معايا كابتننا الكبير كابتن ضياء السيد المدرب العام الاسبق لمنتخبنا الوطني. يا كابتن ضياء منور الدنيا. ازيك يا كيمو؟ اخبارك ايه؟ وحشني جدا. انت كمان يا كيمو والله. يا رب دايما تكون بخير. رايك ايه فيما قدمه منتخبنا الوطني في المباراتين السابقتين امام جيبوتي وسيراليون على مستوى النتيجه طبعا وعلى مستوى الاداء؟ مستوى النتيجة طبعا حاجة كويسة، واخد العلامة الكاملة. عظيم. الأداء ماتش جيبوتي طبعا كان كويس، أداء كويس ومكتمل بكل حاجة، والأهداف صلاح جاب 4 أجوان، تريزيجيه سجل كالعادة، جربت الناس كلها أدت مستوى كويس. الماتش التاني أداء مش كويس خالص، لكن زي ما احنا بنقول انك تاخد ال3 نقاط فدي ناحيه ايجابيه كبيره. فيتوريا قال انه الاداء ما كانش كويس في المباراه الثانيه لظروف كثيره، طول فتره السفر، ارضيه الملعب، الرطوبه. رايك ايه؟ ماشي، ما اعتذارات مقبوله يعني. مقبوله. لكن مقبوله طبعا. لكن يعني تبقى مره واحده يعني. يعني انك انت برضو تبقى مقبوله. تقصد تبقى مقبوله مره واحده، يعني اسمعها مره واحده مش عايز تسمعها تاني. تبقى مره واحده فعلا، لانه انت ممكن تلعب في بقيه المجموعه، ما اعرفش في ناس هتلعب في المغرب هتبقى ملعب كويس، ما اعرفش بقيه الملاعب هتبقى عامله ازاي يعني. فمش كل مره تسلم الجره. عظيم. طيب وانت بتتكلم اتكلمت عن تريزيجيه كالعاده. تريزيجيه انا كنت بتكلم عنه امبارح على الالتزام وعلى المستوى الثابت مع منتخب مصر، وعلى ظروف صعبه كتير تعرض ليها بسبب الاصابات، ودايما تريزيجيه حتى لو قاعد على الدكه بيشارك بعد كده اساسي مع منتخب مصر وبيأدي بشكل كويس. تريزيجيه انت اشتغلت معاه كتير، رايك ايه في تريزيجيه كمثل رائع جدا للاعبي منتخب مصر؟ والله انت لخصت كل حاجه في مثل رائع. تريزيجيه طول الوقت هتلاقي كل المدربين اللي اشتغل معاهم بيفضلوا طول الوقت. لان هو يستاهل، مجتهد دايما، عنده رغبه شديده جدا للتالق، رغبه شديده للتواجد. يعني حتى في فترتنا مع كروش هو كان لسه راجع من اصابه، واصرينا ان احنا نجيبه الاصابه الجديده، وكنا يعني على طول بنلعبه، حتى كنا بنلعبه هو مرموش، بنلعبه نمره 8 في ساعات في بعض الماتشات لعبها، لانه مجهود وافر، بينفذ تعليمات، له على ادائه الفردي كويس جدا طول الوقت. فتريزيجيه فعلا مثال رائع للعيب اللي مركز وعايز يبقى بيأدي كويس مع المنتخب، بيحب جدا يجي المنتخب. فدي كلها حاجات يعني بتخلي اي مدرب طاير بيه.